يا أخي من هو أحمد مصابيح أنه يتكلم أو يجرؤ الحكي عن ميسي؟ ميسي اختصارا هو كرة القدم، وأنا خجول أقولها، ميسي يعني ما يوصف. ميسي هو كرة القدم، بين قوسين كرة القدم. إذا كان هناك متعة فهو ميسي. أبو تركي، والله عاد أنا أختلف مع أبو تركي كثير. يعني أوكي لاعب مهم ولاعب حصد جوائز على مستوى العالم والكرة الذهبية اللي يقدمها الفيفا، لكن لا يمكن اختصار كرة القدم في ميسي، مع احترامي وتقديري لأبو تركي. يعني إذا تختصر كرة القدم على ميسي، وين راح مارادونا؟ وين راح بيليه؟ وين راح كريستيانو؟ وين يعني أسماء كثيرة يعني. لكن هو يرى كرة القدم أنها ميسي. اوكي طيب اوكي، وجهة نظر شخصيه، بس انه ما تعودنا الواحد يقول رايه. دائما احنا في مجتمع رياضي محتقن. لا لا لا، لما لا تقول رايك قول رايك، قول انا احترم رايك بس انا رايي كذا. طيب لا تقول اختلف معك، انا ارى ميسي هو كره القدم. هو اختلف على طول والباقيين موظفين. لا هو اختلف على طول. اي طبعا، يعني انا اقولها من قناعه، لانه لاعب غير عادي، لاعب يكبر عمره ويتجدد، يا اخي شيء غير طبيعي. ما ابغى اناقض نفسي، ما احد يقدر يقيم ميسي. تفضل استاذ ماجد. طيب. شوف، اي واحد له الحق وله الحريه انه يقول رايه، ولا يجوز لاي واحد كائن من كان ان يصادر راي الاخرين. لكن ان تختصر كره القدم تقول كره القدم هي ميسي، هذا كلام يعني انا في اعتقادي مش في محله، هذا رايي طبعا. انا اشوف انه مثلا يعني حتى لو تجي يعني تروح للارجنتين نفسها وتعمل استفتاء، صدقني حتلاقي ناس تقول لك افضل لاعب مر على تاريخ كره القدم الارجنتينيه مارادونا. انا ما اتكلم عن الماضي، ما قلنا من افضل لاعب في العالم. لا هو يتكلم فعلا، يتكلم حاليا، يتكلموا عن ميسي. قلت انا اشوف الان كره القدم ميسي، ما لي دخل في التاريخ والاساطير وبيليه وبيليه ومارادونا. لا اقول لا ميسي، انا اشوف ميسي رأيك كره القدم. وضح رايك. لا الان هو انا قلت اختصار، انا قلت لك ميسي هو كره القدم. ويقول يتحدث انه حاليا كره هو يرى كرة القدم ميسي. عموما انا بالنسبه لي اشوف نفسي اني لي الحق ان اتحدث عن اي لاعب، ولا اقول من ماجد تويجري حتى يتحدث. انا اقول انه ميسي لاعب مهم جدا، لا مستقبل مهم جدا جدا في تاريخ كرة القدم، لاعب حصل على الكرة الذهبية، لاعب يعني شوف ميسي ترى على مستوى ارجع لها بالارقام وبالتواريخ وبعدد المباريات، على مبارياته مع منتخب الارجنتين مش اللاعب الفعال زي مثلا مارادونا في مرحله من المراحل، وحصول الارجنتين في اكثر من مناسبه على كاس العالم، اوكي؟ لكن مو ما اصنف رقم واحد انا. طيب ابو فيصل، اليوم ميسي يصنع علامة فارقة اليوم في مواجهة البرازيل مع منتخب أكيد الأرجنتين. أحمد المصيبيح أبو تركي طبعا أكيد ما حفظ الألقاب، يرى بأنه حاليا هو يعني كرة القدم، وأبو تركي أكيد عنده وجهة نظر أكيد أنها برضو تحترم، بأنه هناك آخرين على الأقل في الوقت الحالي. شوف تركي، بما أنه أنا طبعا مدريدي، لكن للأمانة ميسي حقيقة لاعب مختلف، يعني لاعب شهد له تأثيره على برشلونة في مجرد غيابه عن برشلونة. أعتقد أنه برشلونة فريق ناقص بدون ميسي. لكن أنت لما تيجي تتكلم حقيقة على أرقام، يعني ما تيجي على سيفي أي لاعب في نجوميته ومسيرته، دائما يعني موضوع المنتخب يأخذ حيز أكبر. اليوم ميسي على مستوى المنتخب أعتقد أنه ما زال أنه عاجز عن تحقيق إنجازات مع المنتخب الأرجنتيني، ولكن ميسي كقيمة فنية داخل الملعب، مع أني أنا من الناس اللي أحب كريستيانو، لكن حقيقة ميسي لاعب ممتع، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يستطيع إيجاد الحلول، لاعب يجيد التهديف حتى من التسديد من الكرات الثابتة، لاعب يصنع الفارق. هو بالتأكيد يعني لاعب مهم جدا، لكن الأهم في كلاسيكو اليوم أنا من وجهة نظري مثل ما أسلفت، أعتقد أنه عودة ميسي للنجومية. تحدث على لاعب تجاوز 30 تركي، ولكن أنه يعيد اكتشافه. بالتأكيد أنه الأهم بالنسبة للمنتخب أو أنصار المنتخب الأرجنتيني هي البطولات، وليس المباريات مثلا اللي تجي على, على, على مستوى مناسبات أو مباريات ودية. ما زالت الجماهير الأرجنتينية تنتظر الكثير من ميسي، لكن عملية المقارنة وجهة نظري بينه وبين ديجو مارادونا، أعتقد أنه ما يعني في فرق كبير حقيقة على مستوى الإنجازات، حتى على مستوى المميزات الموجودة في اللاعب. أعتقد أنه فرق كبير بين مارادونا وبين ميسي. لكن بشكل عام
ما حد يختلف حقيقة على موهبة ميسي، وإن كنت أنا من أنصار يعني كريستيانو رونالدو، كريستيانو حتى على مستوى المنتخب حقق نجاحات، لكن ميسي بالتأكيد أنه عامل مهم سواء مع فريق برشلونة أو مع المنتخب الأرجنتيني، وإن كان على استحياء يعني في كثير من البطولات لم يظهر، يمكن آخر بطولة أو في كأس العالم ما ظهر فيها يعني ميسي بالشكل المطلوب. طيب أكيد أنه إحنا مكملين في كورة، كان هذا الحديث أكيد عن هذه المواجهة العملاقة التي جمعت البرازيل بالأرجنتين. نعيش أيام حلوة أكيد في الرياض مثل ما هي باقي الأيام أكيد الماضية، نعيش موسم الرياض في هالفترة، تخيل.